علقت لوفتهانزا جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 من أغسطس، كما دعت كل من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية وتركيا واليابان، دعوا خلال الساعات الأخيرة رعاياهم إلى مغادرة لبنان فورا. وأعلنت السفارة البريطانية سحب عائلات دبلوماسيها من بيروت بصورة مؤقتة. كذلك دعت كندا رعاياها إلى تفادي أي زيارة لإسرائيل، وكانت طلبت نهاية يونيو الماضي من رعاياها مغادرة لبنان. هذا وعلقت شركات طيران رحلاتها إلى بيروت، ما أدى إلى تدفق المسافرين على المطار للمغادرة. كيف هو الحال في لبنان بشكل عام؟ من الجنوب مراسلتنا ناهد يوسف. ناهد أهلا بك. ومن بيروت مراسلتنا غنوة يتيم. غنوة أهلا بك. أبدأ من غنوة في بيروت، والكل يسأل عن المطار، مطار بيروت وحركة السفر من المطار، كيف تبدو وكيف يتم التعامل مع هذا الازدحام الكبير؟ كان لنا جولة خلال ساعات نهار اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. طبعا هناك حال من الفوضى بسبب تأجيل عدد كبير من الرحلات. المسافرون يشتكون بأن هناك رحلات تؤجل لأكثر من مرة على مدى أيام أو تلغى بشكل تام. يضطر المسافر بعدها من مغادرة المطار والعودة في يوم آخر. اللافت أنه كان بالرغم من أن شركات الطيران الأوروبية ألغت رحلاتها حتى 12 من شهر أغسطس، وهذا التاريخ أيضا من المرجح أن يتم تمديده أيضا بحسب الظروف، إلا أن عدد الرحلات لا يزال نفسه، لأن عدد كبير من شركات الطيران عادت وزادت عدد رحلاتها كي تؤمن السفر لمسافرين كانوا من المفترض أن يكونوا على رحلات أوروبا، ولكن اليوم يتخذون مثلا رحلاتهم إلى تركيا ومن تركيا إلى بلدان أخرى. وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع كبير بعدد بسعر الرحلات، ارتفعت بنسبة 60% تقريبا. بعد الدول التي يوجد فيها عدد كبير من المغتربين أيضا رفعت عدد رحلاتها، نتحدث هنا عن الإمارات مثلا، أيضا مصر. عرفنا أيضا أن الرحلات إلى مصر، ارتفع عدد الرحلات إلى مصر لأنها من مصر يتخذون أيضا وجهات أخرى عبر مطارات مصر أو أيضا عبر مطارات تركيا. طبعا العدد الأكبر من نسبة أكبر من المغادرين هي بحسب شركات الطيران هي المغتربين الذين فضلوا تقريب موعد رحلاتهم كي لا يكون هناك حرب أوسع ولا يتمكنوا من مغادرة لبنان في وقت لاحق. نهد يوسف في الجنوب، حيث يعني العيون كلها مسلطة على الجنوب اللبناني، كيف يبدو الوضع سواء غارات من إسرائيل أو صواريخ تطلق من الجنوب في اتجاه الشمال الإسرائيلي؟ محمود، يعني الصورة في جنوب لبنان لا تزال على حالها، هي الصورة نفسها التي نشهدها منذ بداية المواجهات، لا تزال في إطار المواجهات اليومية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل. يعني ليس هناك أي مشهد غير اعتيادي أو استثنائي في الجبهة الجنوبية خلال هذين اليومين. اليوم كان هناك بالفعل غارات، بدأت في ساعات الفجر بغارتين على بلدة كفر كلا، وبعدها في ساعات الصباح شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة ميس الجبل، أدت إلى مقتل شخصين، أحدهما عنصر في حزب الله والآخر مسعف في كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، تم نعيهما بعد حصول هذه الغارة أو بعد إعلان مقتلهما، بالإضافة إلى قصف مدفعي وفوسفوري طال عدة بلدات أبرزها بلدة طلوس التي تشتعل فيها النيران منذ حوالي الساعة، وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماد هذه النيران التي باتت تقترب من المنازل بسبب القذائف أو كميات كبيرة من القذائف الفوسفورية
التي تم إلقاؤها على بلدة أو أطراف بلدة طلوس ما أدى إلى اشتعال هذه النيران. بالمقابل حزب الله قام اليوم أو حتى هذه اللحظة بخمسة عمليات أبرزها التي حصلت في ساعات ما بعد منتصف الليل، وهي بالهجوم الجوي الذي نفذه باتجاه ثكنة إليت في الجليل الغربي، والتي استخدم فيها سربا من المسيرات الانقضاضية والتي مرت فوق سبعة مستعمرات حتى وصلت إلى ثكنة إليت من دون أن تتمكن القبة الحديدية من رصدها أو التصدي لها. إضافة إلى ذلك عملية أخرى بمسيرة انقضاضية على مستعمرة الملكية وثلاثة عمليات أخرى بالقذائف المدفعية، ثكنة رميم، ثكنة زرعيت، وثكنة رأس النقورة البحري. هذه العمليات محمود التي قام بها حزب الله هي في إطار العمليات، في إطار جبهة الإسناد التي أعلن عنها منذ اليوم الأول للمواجهات. هي مواقع منتشرة على طول الشريط الحدودي وليست بالعمليات الاستثنائية. غير ذلك الطيران الحربي يحلق على علو منخفض بين الحين والآخر، وهو كان أيضا خرق جدار الصوت في المناطق الجنوبية كما في العاصمة بيروت، في مشهد بات شبه يومي بتحليقه وخرقه لجدار الصوت في يعني من أجل ترويع اللبنانيين. لكنها إذا قررنا اليوم بالأيام السابقة الترقب سيد الموقف للموقف، يمكن أن نقول أن هناك هدوء حذر في جبهات الجنوب إذا قررنا اليوم بالأمس وقبله بأيام في الأيام السابقة. المشهد نفسه لم يتغير، هدوء حذر بين الحين والآخر تخرقه طبعا هذه العمليات التي إن كان حزب الله يقوم بها أو إن كان بالنسبة للقصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية. ولكن هو هو نفسه يعني ما يحصل اليوم هو نفسه، هي الصورة نفسها التي نشهدها طيلة فترة الحرب، طبعا باستثناء عندما يكون هناك اغتيالات وبالتالي يقوم حزب الله بالتصعيد بعمليات الردود التي يقوم بها والتي تشمل مستعمرات مستعمرات أقرب أو قواعد جوية إسرائيلية أو استراتيجية. غير ذلك هو المشهد نفسه أو الصورة نفسها التي نشهدها منذ بداية الحرب. غنوة، هل في يعني احتياطات بدأت تتخذ تحسبا لمعركة أو حرب أو شيء من هذا القبيل؟ كنا قبل قليل نسمع أو نقرأ خبر عن احتياطات تتخذها وزارة الصحة تحديدا، فهل بدأ ملحوظ أن هناك بدأت إجراءات احترازية تتخذ بشكل أو بآخر؟ بالفعل وزارة الصحة منذ بداية هذا الشهر ونهاية يوليو أيضا كان هناك إجراءات متعددة اتخذتها، إن كان من عبر تحضير المستشفيات لأي سيناريو قد يشهده لبنان من حرب قد تؤدي إلى وصول عدد كبير من الجرحى. كان هناك ما يشبه المحاكاة داخل المستشفيات، أنه في حال في بعض المستشفيات بأنه في حال وصل عدد من الجرحى كيف تتعامل المستشفيات مع هذه الحالة. أيضا وزير الصحة كان قد أعلمنا بأنهم كانوا قد تواصلوا مع منظمات دولية من أجل منع أي سيناريو مشابه لما حدث في غزة إن كان عبر استهداف مستشفيات، بأن لا يكون الأمر يتكرر أيضا في لبنان في حال كان هناك حرب شاملة. طبعا هذه خطوات استباقية اتخذها وزير الصحة إلى ما شاهدناه اليوم عبر وصول شحنة من المساعدات التي أيضا قد يحتاجها لبنان في أي حرب مقبلة. ولكن بحسب وزير الصحة أيضا هناك أدوية تكفي لستة أشهر من الآن. كذلك الأمر بالنسبة لموضوع المواد الغذائية، يتحدث مستوردو المواد الغذائية بأن هناك ما يكفي من المواد أيضا لأشهر من الآن. ولكن بالطبع هناك حالة من الخوف لدى المواطنين، لأن الأرقام أيضا أشارت بأنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك ارتفاع بنسبة عدد المشتريات من داخل السوبر ماركت. نحن لا نتحدث عن تهافت المواطنين إلى المحال التجارية، ولكن نسبة المبيعات ارتفعت خلال الأسابيع الماضية. كل هذا يعني يعكس حال الخوف لدى اللبنانيين. نتحدث أيضا عن موضوع آخر أيضا عكسته الحرب أو الخوف من الحرب، ارتفاع إيجار المنازل داخل خارج بيروت وخارج ضاحية بيروت الجنوبية. البعض فضل أن يترك العاصمة ويترك ضاحيتها تحسبا لأي سيناريو حرب مرتقبة. هذا أدى إلى ارتفاع كبير في الإيجارات. نحن نتحدث عن مناطق الإيجارات كان فيها حوالي 100 أو 200 دولار، اليوم يطلب أصحابها أو المالكون مبلغ 1000 و1500 دولار. طيب
ناهد، كيف هو الحال أيضا بالنسبة لمن بقي ولم ينزح من سكان الجنوب؟ يعني حتى في البلدات التي تبعد قليلا عن الشريط الحدودي، إلى أي حد الناس تشعر بهذه الضربة أو بهذا التصعيد أو الخوف من الحرب، شرارة تشتعل أكثر؟ بالنسبة للبلدات الحدودية محمود، هي في الأساس خالية، يعني ليس فيها حركة يمكن أن نرصدها أو ما يمكن أن أو أي تحركات للمواطنين. بالنسبة للعمق الجنوبي بطبيعة الحال، هذا كنا شهدنا في فترات سابقة خلال هذه الأشهر التي مرت، عندما كان تشهد الجبهة تصعيدا كنا نشهد حركة نزوح ولكن قليلة من العمق الجنوبي باتجاه صيدا أو باتجاه بيروت، خوفا من أن تشتد وتيرة التصعيد. اليوم أيضا مع هذا التصعيد الذي نعيشه في هذه الأيام، أيضا كانت هناك حركة نزوح ولكنها خفيفة وليست بالحركة التي يمكن القول بأنه بالفعل هناك حركة نزوح. السبب الأساسي لذلك ما تحدثت عنه زميلة غنوة، عن أسعار الإيجارات التي باتت بالفعل مرتفعة، بات أصحاب المنازل يستغلون هذه الأزمة لرفع الإيجارات. هذا الأمر انعكس على عدم قدرة العديد من اللبنانيين الذين كانوا يريدون المغادرة، لعدم فضلوا البقاء في منازلهم والمخاطرة، لأن طبعا ليس في بمقدورهم أو بمقدرتهم الاقتصادية تكلف أعباء هذا النزوح. طبعا مع صعوبة الدولة اللبنانية على تكفل هكذا أعباء، والذين يعني معظم العائلات التي كانت نزحت توجهت إلى مراكز إيواء، إلى المدارس كانت استحدثت مراكز إيواء فيها، وهي أيضا تعاني من أزمة، يعني حتى المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لم تعد تكفي حاجة هؤلاء، من إن كان من طعام، إن كان من مواد تنظيف، من مؤن غذائية. لذلك بالفعل هؤلاء يعيشون صعوبة كثيرة في تحمل أعباء النزوح، وعليه كان العديد منهم فضل البقاء في منازلهم وترقب ما ستحمله الساعات المقبلة. ربما لن يتطلب منهم ما يحصل أي خروج من منازلهم، لذلك الآن الترقب سيد الموقف لمعرفة طبعا تحرك هؤلاء، إن كانوا سيبقون في منازلهم أم لا. نهد يوسف من جنوب لبنان، غنوة يتيم من بيروت، شكرا جزيلا لكم.